يقول: لقد سمعت وقرأت بأن من مات في يوم الجمعة أو في ليلتها من المسلمين فإن له منزلة جيدة، فما رأيكم بذلك مأجورين؟ هذا الحديث الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة ليس بصحيح، لأن الإنسان إنما يثاب على عمل فعله بنفسه وكان له فيه اختيار، وموت الإنسان يوم الجمعة ليس باختياره، وموت الإنسان يوم الجمعة ليس باختياره. لو حضره الموت لا يستطيع، نعم، لو حضره الموت يوم الخميس لا يستطيع أن يؤخره إلى يوم الجمعة، ولا يستطيع أن يقدمه إن كان أجله يوم السبت إلى يوم الجمعة. وكل حديث ورد في فضل الموت في يوم معين فإنه ليس بصحيح، لأن الثواب على الأعمال التي تقع من العبد اختيارا. نعم.